تمنيت نعمل داري من ساعة نتمنيت نعمل داري جات تحكي عليا معاكم مشيت لعندو هذا قنيتي باش يجي يخطبني من عند الاخر شو شنو وقع لي معاه ما باقي لي والو باش نوضع انا شنو الدمد على التراب ماشي الطريق مشاو لعندو خوتي باش يهضروا هو هرب قال لي نبغي تبلغ معايا المخزن تينا تعمل المحامي انا نعمل ثلاثه قال لي انا صوتي في كل شيء في كتافي انا ما كيهمني حتى شي واحد ثلاثة دي الناس عندهم أولاد مساكن تاهما بحالي داحية مشى واليوم أنا ندمانة بهدت بقوت وبهدت العائلة ديتي كاملة. شحال من مرة مشيتي معاها لجوج؟ مشيت معاه مرة واحدة وعرفت راسي حولة. واش تعدى عليك ولا مشيتي بخاطرك؟ لا تعدى عليا المرة حملت تعدى عليا وعدني بالزواج قال لي أنا مش نجوج بك قال لي نبغي تبلغ معايا المخزن تينا تعمل المحامي انا نعمل ثلاثه قال لي انا صوتي في كل شيء في كتافي انا ما كيهمني حتى شي واحد قال لي انتينا واحد الله ما عندك اب يوقف معك ما عندك حتى شي واحد باقي له هذا الشهر وماشي هرب انا اليوم خلاني حاصله خلاني لا عائله لا الوالدين ديالي انا اليوم ما عرفاش راسي ني مش نحي راسي انا تقتبه باش نعمل الدار ديالي انا ماشي انا بيا شي حاجه بيا خلاني استيمه في الزنقه علاش شنو كنت باغي مني انا الفلوس ما عندي ما قيم انا باغيه حق اليوم انا اليوم طالبه الحق ديالي باغيه الله يجازيكم بخير وقفوا معايا انا اليوم ما عندي حتى حد مش يوقع معايا انا في هذه الحاله وانا اليوم علي نوضع ما باقي لي والو باش نوضع انا شن الدمد على التراب ماشي الطريق اليوم انا الكمارة ديالي ما نقدرش نشوف الام ديالي انا يما من عندي كنطلب حاجه واحده الام ديالي تسامحني انا غلطت بحق العائله كاملين هو عنده الفلوس انا وحده محجوره ما عندي حتى شي حاجه انا يتيمه انا علاش انا فقيره وفي الجبل عايشين واحد الحاله ديالنا الناس يتامى حقهم ما عندهم الناس ديال الفلوس ياش بقى وقت الصبيع اه شكون قال لك انت شحال مره اختصبوها عنده كان عرف له انا ثلاثه عارفه بيه شنو ثلاثه دي الناس عندهم أولاد مساكن تاهما بحالي داحية مشى ما كلو هذا نتينا كتعرف كل واحد كيهددو قولو أنا عندي الصوت في كتافي كل واحد يقول أنا عندي كيهدد أنا عندي الصوت في كتافي وأنا نعمل أنا نعمل صافي اليوم الإنسان آخر شي مش يعمل يقولك أنا عندي وعندي 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 ونتينا وحدة إيه ما عندك ما بالدرع كتطلب راسك ماشي تعيش فكرتي تطيح انتي هذا الترابي هذا لا النار قلت له قال لي خله ما قلت له انا حامله منك اه قال لي خله اه صافي انا مش انا تم بعد انا اليوم انا غدا نرى ظهرت لي الكرش مع عائلتي وهذه قلت شنو هذا الشيء قال لي مشي والي فيكيتو مشاو لعندو خوتي باش يهضروه هو هرب وهرب باقي دابا ما مخبع ما بغاش يظهر الوجه ماشي الدار ولا خوتي طيحت القيمه ديال بزاف ماشي شويش يعني كيحسوا بالحشومه يعني خوتي طيحت اليوم طيحت بعائلتي كلشي واليوم انا ندمانه بهدت بقوتي وبهدت العائلة ديتي كاملة أنا نقول قدام الله قدام لعبت قوتي ما ضربوني ما كنت عدوا لي الحق واحد النظرة ما كنت منها طيحت بيا صراحة أنا النار خرجت من الدار ما هضروا معايا ما ضربوني ما قولي حتى شي حاجة أنا اليوم في الدنيا وغدا الآخرة قوتي ما ضربوني ما تعدوا لي حق طيحت بيهم ما قدرش يشوفوني في وجهي دابا ما قدرش يشوفوني حاجه واحده خوتي ما قدرش يشوفوني كي ما كان ماشي نقول انا خوتي وصافي كيفاش ماشي تكون نتينا الراجل تشوف اختك في هذه الحاله بالغلط ما يقدرك حتى شي واحد انا خوتي طيحت بيهم والام ديالي طيحت بيا مشيت لعندو نضة هذه مشيت لعندو نضة تما خليك اجي عندي مشيتي عندو هو لا حنا ساعتك قلت شنو هذا الشيء حنا من بعد بدات الهضره تهضر انت كتهضر معاك قال لي اش مش نحلوا هذا المشكل باش نصرد الوالده تهضر معاكم مشيت لعندو هذا قنيتي ماشي يجي يخطبني من عند الاخر شو شنو وقع لي معاه يعني انت كنتي كتهضر معاه عادي كنهضر معاه عادي اها
ونهار هذاك مشيت عنده هذا وقع لي هذا المشكل. لا باش نفهم، كنتي كتهضر معاه عادي كتهضر معاه كتتلاقى وليك شي؟ عندي كانت تلاقى عادي. فواحد النهار قال لك اجي عندي للدار تشوف الوالده. طلبني مشيت لعندو من الدار من عندي ما باش نهضرو عند الاخر. قال لك اجي ماما غتخطبك ولا شنو؟ قال لي اجي باش نتفاهمو في هذه المسائل باش نعملو كامل، باش نعاونك في العرس ديالك وفي هذه. من عند الاخر ضحك عليا وخلال مشيت بوحديتي لعندو. بعد تعدى عليا انا ما كنطلب منو حتى شي حاجه، كنطلب حقي ويجي يتعرف بنته ولا بنو. انا اليوم عنده بنو يجي يشوف الحل نعمل معايا. نهار الاول كان الراجل واقف معايا، اليوم يوقف راجل. علاش اليوم قالاني انا بوحدي في هذه المحنه، ما خدامه ما والو. انا واحد البنت كنت جالسه في الدار ديال الوالدين ديالي، تمنيت نعمل داري ساعة، تمنيت نعمل داري جات حكايه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.